تمديد مدة حجز المركبات من 8 أيام إلى شهر كامل لردع مرتكبي مخالفة السير على السكة المخصصة للترامواي، حيث سجلت مصالح الأمن بالعاصمة أكثر من 1000 مخالفة من هذا النوع في غضون 10 أشهر. القرار الولائي رقم 3011 المؤرخ في 5 جوان 2024 متضمن منع سير المركبات والدراجات النارية على السكة الحديدية. تم وضع 266 مركبة بالمحشر تنفيذا للقرار، حيث قبل صدور هذا القرار كان وضع الدراجات والمركبات في المحشر 8 أيام، بعد القرار هذا بعد صدور القرار أصبح وضع المركبات والدراجات 30 يوم في المحشر. هذه الظاهرة غير أخلاقية، ومليح الإنسان يلتزم بالقوانين العامة باش ما يعرضش حياة الآخرين للخطر. فيما يخص الظاهرة تاع بعض السواق ماهوش كل اللي يتمشاو فوق الراية، وهي الراية ممنوع السير والوقوف فوق الراية الحديدية. أما الناس اللي يتمشاو فوق الراية ربي يهديهم وربي يسمح لهم، الخطر اللي فيها يعلم الله. سلوكيات غير حضارية كثيرا ما تتسبب في حوادث مرور تعرض حياة الأشخاص للخطر، إضافة إلى الأضرار المادية التي تلحقها الظاهرة بسكة الترامواي مع مرور الأيام. أضرار على السكة الحديدية، من جهة ثانية مسار الترامواي ماهوش غير سكة حديدية، يعني كاين بنية تحتية، كاين قنوات صرف صحي، كاين كوابل اللي تسير حركة القاطرات، والمرور المستمر للمركبات قادر يسجل أضرار على السكة الحديدية. الاهتزازات هذوك الناجمة عن المرور المستمر قادرة تسبب لنا ديزافيسمون، أي السكة الحديدية تهبط بعدة سنتيمترات، قادر يسجل لنا أيضا اعوجاج في السكة الحديدية. دونك ندعو من هذا المنبر كل مستعملي السيارات الى احترام مسار ترامواي، لانه مسار احادي وليس مختلط، يعني هو مسار مخصص فقط لترامواي. عندما يتعلق الامر بالحفاظ على ارواح الناس فالضمير والاخلاق يجب ان يكون الرادع الاول عن سلوكيات يمنعها القانون، وتجنبها يبقى اهون من تحمل عواقبها.